أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 13 من دروس سورة الأنفال، ومع الآية 38، وهي قوله تعالى: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. اللغة العربية اختارها الله لكلامه، ويبدو أنها من أرقى اللغات الإنسانية. في هذه الآية ملمح دقيق، يقول الله عز وجل يخاطب نبيه، فالنبي مخاطب، يأمره أن يقول للكفار: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني أليس السياق اللغوي يقتضي أن تكون الآية: قل للذين كفروا إن تنتهوا، قل لهم إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف؟ فلماذا جاءت الصياغة بهذه الطريقة؟ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال علماء اللغة والتفسير أن الآية الكريمة حينما لم تخاطبهم بل ذكرتهم بضمير الغائب، لتكون الآية عامة لكل الكفار قديماً وحديثاً وإلى قيام الساعة. كانت الآية متعلقة بفئة معينة، فإذا هي متعلقة بكل الكفار على وجه الأرض. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني أي إنسان ولو وقع في الكفر، والكفر يعني أكبر انحراف فكري سلوكي. الكافر يعني إنسان أنكر الحقائق الناصعة كالشمس وسلك مسلكاً يخالف منهج الله عز وجل. قال هذا الكفر إن ينتهوا، يعني إن يتوب الكافر يغفر لهم ما قد سلف. هذه رحمة الله، لو أتيتني بملء الأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً. والله عز وجل لا يكره الكافر كشخص، لا يبغض الكافر كشخص، يبغض عمله. وفي دليل لطيف أنه عمير بن وهب من كفار مكة يخاطب صفوان بن أمية، يقول له: والله لولا ديون ركبتني ما أطيق سدادها، ولولا أطفال صغار أخشى عليهم العنة من بعدي لذهبت وقتلت محمداً وأرحتكم منه. فصفوان انتهزها مناسبة، قال: أما أولادك فهم أولادي ما امتد بهم العمر، لا تقلق عليهم، وأما ديونك
فهي علي بلغت ما بلغت، فامضي لما أردت، يعني اذهب واقتل محمداً وأرحنا منه. فسقى سيفه سماً وامتطى ناقته وتوجه نحو المدينة ليقتل محمداً، ولكن بحجة أن يفك أسيره، وكان ابنه أسيراً في المدينة. لما وصل المدينة سيدنا عمر رآه فقال: هذا عدو الله جاء يريد شراً. قيده بحمالة سيفه وساقه إلى النبي وقال: يا رسول الله، هذا عدو الله جاء يريد شراً. النبي الكريم بأخلاق سامية قال: أطلقه يا عمر. فأطلقه، قال: ابتعد عنه. فابتعد عنه، قال: يا عمير أقبل. فأقبل، قال: سلم علينا. قال له: عمت صباحاً يا محمد. قال له: قل السلام عليكم. قال له: هذا سلامنا، ما عندنا غيره. قال: ما الذي جاء بك إلينا؟ قال له: جئت أفك ابني من الأسر. قال له: وهذه السيف التي على عاتقك؟ قال له: قاتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ فقال له النبي الكريم: ألم تقل لصفوان: لولا ديون لزمتني ما أطيق سدادها، ولولا أولاد أخشى عليهم العنة من بعدي لذهبت وقتلت محمداً وأرحتكم منه؟ عمير وقف، قال له: أشهد أنك رسول الله، لأن هذا الذي كان بيني وبين صفوان لا يعلمه أحد إلا الله، وأنت رسوله. وأسلم. الشاهد ليس هنا، الشاهد يقول سيدنا عمر: دخل عمير على رسول الله والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أولادي. هذا الدين. المؤمن لا يكره الكافر لذاته أبداً، يكرهه لفعله، لكفره. فلذلك العداوة التي بين المؤمن وبين غير المؤمن عداوة مرتبطة بالكفر، بالعمل السيء، تماماً كما لو أن ابناً عاقاً عاد لأبيه، ففي لحظة واحدة الأب يقبله ويرحب به ويحبه. يؤكد هذا المعنى ما ورد في الأثر: إذا قال العبد الطائع يا رب يقول الله له: لبيك يا عبدي. فإذا قال العبد العاصي يا رب يقول الله له: لبيك ثم لبيك ثم لبيك، أنا أنتظره. لذلك ورد: أن لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي. هذه إرادتي بالمعرضين، فكيف إرادتي بالمقبلين؟ الله عز وجل يحب كل عباده، يريدنا، يريد أن يطهرنا، أن يسعدنا، أن يدخلنا جنة عرضها السماوات والأرض، خلقنا لها. فلذلك قل للذين كفروا إن ينتهوا على كفرهم وانحرافهم وأعمالهم، إن ينتهوا عن كفرهم، عن ضلالهم، عن تكذيبهم، عن انحرافهم، عن أعمالهم الإجرامية، قل للذين كفروا إن ينتهوا، أي كافر، إلى يوم القيامة بتبديل التاء بالياء، بتبديل كلمة ينتهوا بكلمة تنتهوا، أصبحت الآية لكل الكفار في أي مكان وزمان
وهذا شأن الله مع العصاة، هو ينتظر توبتهم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً. لكن لئلا تتوهموا أن هناك خطأ في الصياغة، الخطأ الشائع تقول تبدلت هذا البيت بالأرض، الشيء المتروك مع الباء، الشيء المتروك مع الباء، اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً، الشيء المتبدل الذي مع الباء هو المتروك، لكن اللغة الدارجة تضع الباء مع المأخوذ، أما الأصل مع المتروك. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. يعني إن عادوا إلى كفرهم، يعني منهج الله عز وجل، سنة الله، القوانين ثابتة، وهذا شيء ينقلنا إلى حقيقة تعامل الله عز وجل مع عباده، تعامل وفق قوانين، والقانون علاقة ثابتة بين شيئين، علاقة ثابتة، يعني شيء مريح جداً للمؤمن أن يتعامل مع الله وفق قواعد ثابتة. يعني من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، لك أن تقول هناك قانون للحياة الطيبة، قانون يحتاج إلى إيمان بالله وعمل صالح، من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ممكن قانون كيف يلتف الناس حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. تتصل بالله تكتسب رحمة، تنعكس الرحمة ليناً يلتف الناس حولك، تبتعد عن الله يصبح القلب قاسياً، تنعكس القسوة غلظة ينفضون من حولك. قانون ثاني، القضية رائعة جداً لو قرأت القرآن وحاولت أن تضع يدك على قوانينه، هذه القوانين يمكن أن تتعامل مع الله بها بشكل قطعي، لأن الله عز وجل يحب عباده جميعاً، وضع لنا قواعد ثابتة في التعامل معه. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. متى تكون عزيزاً رافع الرأس شامخاً؟ حينما تحسن، فإذا أساء الإنسان سوف يتحمل اللوم والتحجيم والنقد والتشهير. فلذلك قانون العزة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذاً كأن الله سبحانه وتعالى يريد من القرآن لا أن يكون كتاب تاريخ، يريده أن يكون كتاب قوانين. فلذلك الشيء المألوف أن الله سبحانه وتعالى يغفل تفاصيل كثيرة، ويسألونك عن ذي القرنين، من هو؟ في أي عصر؟ في أي بلاد؟ في آسيا؟ في إفريقيا؟ في أوروبا؟ وين؟ قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبباً فأتبع سبباً. أراد الله أن يعلمنا أن نأخذ بالأسباب، لو جاءت تفاصيل كثيرة حول ذي القرنين لانقلبت هذه القواعد الثابتة إلى قصة وقعت ولن تقع مرة ثانية. فالذي يريد أن يبحث عن تفاصيل في القرآن
أغفلها القرآن كأنه يفسد على الله هدايته لخلقه. يعني بالضبط أضرب هذا المثل دائماً، أستاذ جامعي يعطي الاقتصاد، أراد أن يبين لطلابه متى ينجح التاجر، فقال على شكل القصة: لي صديق اشترى محلاً تجارياً في مركز المدينة، أول شرط أن يكون المحل في موقع تزاحم الأقدام، واختار بضاعة أساسية مواد غذائية، واختار أصنافاً متفوقة جيدة، ووضع سعراً معتدلاً، ولم يبع ديناً. هذا الأستاذ أعطى طلابه عن طريق هذه القصة أن عوامل نجاح التجارة موقع المحل، البضاعة، نوع البضاعة، السعر، عدم البيع ديناً، فربح أرباحاً طائلة. فأحد طلابه قال له: أستاذ، هذا الشخص ما اسمه؟ الاسم ما له قيمة إطلاقاً. قال له واحد ثاني: هذا الشخص طويل أم قصير؟ قال له طالب ثالث: أبيض لما أسمر؟ المحل بأي مكان؟ الأستاذ أراد نقل حقائق كقوانين لنجاح التجارة. فحينما تأتي هذه التفاصيل التي تعد في فن القصة عبئاً عليها، يكون هذا السائل قد أفسد على المدرس هدفه من هذه القصة. فلذلك البطولة أن تسكت حيث سكت القرآن. يا ترى امرأة العزيز بعد أن أصبح يوسف عزيز مصر، هل تزوجها؟ والله ما بعرف، ولازم ما أعرف. لماذا؟ لأن القرآن لم يذكر. في أمور الغيب، أمور المغيبات، الله اختار من المغيبات مجموعة آيات. أنا أرى أن الحكمة أن تكتفي بالذي ذكره الله عز وجل. لما حاول المفسرون نقل تفاصيل القصص القرآنية من بني إسرائيل، وقعنا في متاهة لا تنتهي، وقعنا فيما يسمى بالإسرائيليات، تفسيرات غير معقولة إطلاقاً. يعني إن هذا أخي له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها. ببعض كتب التفسير أخذاً عن كتب بني إسرائيل أنه له 99 زوجة وأنا لي زوجة واحدة. إيه الله قال نعجة ما قال زوجة. تلاقي تعليلات، تفصيلات، أشياء غير مقبولة إطلاقاً. لذلك أنا أنصح أن تبتعدوا عن أي تفاصيل مأخوذة من كتب بني إسرائيل عن قصص الأنبياء، أتمنى ذلك. فهنا الآية الكريمة: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. يعني كل إنسان يختار شيء، والاختيار له ثمن، أبدا محاباة ما في، قوانين ثابتة في تعامل ربنا جل جلاله مع عباده. الآن الآية الثانية: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. بيقول لك إنه الله عز وجل أمرنا أن نقتلهم، لا، أمرنا أن نقاتلهم. ما الفرق في اللغة بين أن تقتل وأن تقاتل؟ الفرق كبير جداً. أن تقاتل يعني في جهة تقاتلك، لو أن الأمر واقتلوهم موضوع آخر. الآية الكريمة:
وقاتلوهم، أوضح مثل ما يجري أمامنا. دولة احتلت بلد، قتلت مليون، أعاقت مليون، شردت 5 ملايين، نهبت الثروات. نحن ديننا دين سلام، دين محبة، ما منسويها. ما قال لك ذلك؟ ما في جهة بالأرض تقبل ذلك. وقاتلوهم، هناك من يقاتلك، هناك من يحتل أرضك، هناك من ينهب ثروات الأمة، هناك من يذل الشعب. لذلك يريدوننا أن نلغي آيات القتال من القرآن الكريم، هيك يريدون. الله قال وقاتلوهم، ما قال واقتلوهم. يعني هذا الذي يقاتلك ينبغي أن تقاتله، ينبغي أن تقاومه، ينبغي أن تقف في وجهه، ينبغي أن تمنعه من تنفيذ مخططاته. يريد أرضاً، يريد ثروة، يريد هيمنة. يعني أحد السياسيين الكبار في دولة عملاقة قال هو لا يعجبه أن يكون العالم 200 دولة، يتمناه 5000 دولة. كل مشاريع عبارة عن تقسيم البلاد إلى دويلات، هذا مشروع الشرق الأوسط، تقسيم كل بلد إلى 5 دول، تقسيم البلاد إلى دويلات بحسب الانتماءات الطائفية. وفرعون موسى من أقدم الفراعنة أو من أقدم الطغاة، قال الله عنه إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فأنا لا أتصور عدو يحتل أرضنا، ينهب ثرواتنا، يذل شبابنا، يمنع إقامة الشعائر في ديننا. نحن دين سلام، دين محبة، نحن إسلامنا متسامح. الآن المسلمون كأنهم يستجدون من العالم الغربي، نحن نحب العدل، نحب التسامح، نحب السلام. من قال لك ذلك؟ هذا الذي يقاتلك ينبغي أن تقاتله. وأساساً يعني كانوا يتوهمون أن احتلال بلد شرق أوسطي نزهة، فالمقاومة التي أقضت مضجعه. والله مرة سمعت تصريح لكبار الموظفين في البنتاغون، قال ماذا نفعل بحاملات الطائرات؟ وماذا نفعل بالصواريخ العابرة للقارات؟ وماذا نفعل بهذه الجيوش؟ لأنه لا تجرؤ دولة في الأرض أن تحاربنا. قال ولكن ماذا نفعل بهذا الذي أراد أن يموت ليهز كياننا؟ هذا ما له حل. فمعناها المقاومة كان لها أثر كبير في العراق وفي فلسطين. المقاومة قلبت موازين أهل الأرض، يعني 10,000 مقاتل معهم أسلحة بدائية تحت الأرض، يتصدون لرابع جيش في العالم، لأول جيش من حيث تنوع الأسلحة، لأكبر جيش في المنطقة. هذا الذي حصل. فأنا أتمنى أن تكون آية واضحة تماماً. الله قال وقاتلوهم، يعني في قتال مشترك، هناك جهة تقاتلك، ينبغي أن تسكت، ينبغي أن تستسلم، ينبغي أن تقول إسلامنا إسلام سلم، إسلام محبة. لا 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 أبداً، الإسلام له أظافر. وقاتلوهم، فعل قاتل فعل مشاركة. شوف مثلاً ضارب، تضربه ويضربك، قاتل تقتله ويقتلك، حاور تحاوره ويحاورك. وزن فاعل باللغة يعني المشاركة.
وزن فاعل باللغة. قال تعالى وقاتلوهم، عدو احتل أرضك، نهب ثرواتك، أذل شعبك، موقف السلام الاستسلام مستحيل. طيب، كبار القادة الغربيين من أين استمدوا قيادتهم؟ من مقاومتهم للاحتلال. لما احتلت ألمانيا فرنسا، لماذا تألق أحد كبار الزعماء وصار رئيس البلاد؟ لأنه قاوم الاحتلال. في العالم كله الإنسان يكون بطلاً إذا قاوم الاحتلال، فكأنه يريدوننا أن يحتلوا أرضنا وينهبوا ثرواتنا وأن نكون نحن وديعين كالحمل أن نستسلم. هذا يتناقض مع ديننا. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. سبحانك يا رب. شوف، كأنه الهدف مشروع، تكون فتنة، الطرف الآخر يريد الإباحية. أرأيت إلى هذه الصحون؟ في إحصاء دقيق 800 محطة فضائية، فيه 400 محطة إباحية، نصفها 23 مليون موقع إباحي بالإنترنت، يريدون أن يعمموا إباحيتهم علينا. فهذه الصحون تمثل الغزو الثقافي الغربي، الغزو الثقافي. كانوا يجبروننا بالقوة المسلحة على أن نفعل ما يريدون، لكنهم الآن يجبروننا بالقوة الناعمة بالمرأة على أن نريد ما يريدون. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يفتتن الشباب بالجنس. الآن الجنس هاجس معظم الشباب الذين شردوا عن الله عز وجل، أليس كذلك؟ يعني إذا رأيت شحاً مطاعاً، مادية مقيتة، إذا رأيت شحاً مطاعاً وهواً متبعاً، الجنس وإعجاب كل ذي رأي برأيه، الكبر، كل واحد محور العالم. أنا هالموضوع ما بيناسب العصر، بيكون في آية قرآنية، من أنت؟ قال يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده، من أنت؟ بيقول لك عندي هذا الحكم لا يطبق الآن. يعني الله عز وجل لا يعلم أنه في ظروف أخرى يصعب تطبيقه؟ الله مشرع، قال لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. فلذلك أيها الإخوة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. أحياناً يحتلوا بلد، أول شيء يشجعوا إلغاء الحجاب، يشجعوا الاختلاط، دور اللهو، النوادي الليلية، دور السينما، أفلام، يوزعوا أفلام إباحية. حدثني أخ قال لي والله توزع أفلام إباحية، زنا محارم بلا ثمن بكميات فلكية. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. يعني نحن عمادنا الشباب، عماد الأمة الشباب، الشباب هم المستقبل، فإذا شردوا عن الله عز وجل أين المستقبل؟ انتهت الأمة. الأمة بشبابها، الكهول بمثل الحاضر، والشيوخ بمثل الماضي. العود مع شيخ، يعني أقصد إنسان متقدم في السن، يقول لك قبل بسنة العشرين دفعنا بدل مثلاً، بيحكي عن الماضي قبل 50 سنة، عايش الماضي هو، وإذا واحد كهل عايش الحاضر، بس هذا المستقبل لمين؟ للشباب. إذا الشاب عاش للجنس انتهى، انتهى. يعني حينما تفسد الشباب ينتهي المستقبل. دققوا،
حينما يفسد الشباب ينتهي المستقبل. وقاتلوهم حتى شوف، لأن القتال لاحتلال منابع النفط، القتال لاحتلال موقع استراتيجي، القتال لاحتلال لنهب ثروات كبيرة جداً، القتال من أجل السيطرة، كل أهداف شيطانية أرضية. أما القرآن الكريم ماذا يقول؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، خضوع لله عز وجل. والله أيها الإخوة، لو أنه أتيح لنا أن نعيش في مجتمع مطبق الدين تطبيق كامل، بتلاقي الشباب منصرفون إلى مستقبلهم. أما الآن ألف شيء يصرفهم عن دراسة، أفلام، ندوات، فضائيات، وإنترنت، ومواقع، ألف شيء يصرفهم عن مستقبلهم. ألعاب الكمبيوتر بالملايين، صار كل أموال الطفل بضعها بنادي الكمبيوتر، ثم يأخذ من أخوه، ثم يمد يده إلى مال أبيه من دون إذنه، بلا أي هدف. لعب. هم يعيشون على أنقاض الشعوب. والله أنا أتمنى هذه الألعاب التي لا طائل منها أن تلغوها من حياة أولادكم. 10 ساعات. قال لي أخ، قال لي بيجي ابني الصبح، كان بنادي الكمبيوتر، من الصبح بيجي ألعاب. ولأنت نحن حينما تشل هذه الأمة يكون هذا الشلل بشل شبابها. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والله أنا أرى أن المقاومة في البلاد المحتلة تركت أثر كبير جداً. يعني الآن العالم الغربي بعد للمليون قبل أن يحتل دولة شرق أوسطية ثانية، أليس كذلك؟ بسبب المقاومة. يعني أنا أقول الآية دقيقة جداً، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يعني لو أتيح لنا فرضاً أن نطبق منهج الله كاملاً، ما في فتن بالطريق، ما في مناظر مثيرة بالطريق، ما في انحراف عند الشباب. يعني في الآن انحراف عند الشباب يكاد يغطي معظم الشباب من هذه المناظر التي يراها في الطريق، وبينه وبين الزواج 20 عام. في مشكلة كبيرة جداً نحن قد لا ننتبه لها. شيء أودعه الله في كل إنسان، فإذا استثير يومياً قد يصمد إلى بعض الوقت، بعدين تنهار مقاومته. هؤلاء يريدون هكذا، يريدون الإباحية. أقسم لي أخ في الله مقيم بأستراليا، قال لي الإنسان المحافظ، يعني بالتعابير الدارجة الأصولي المنتمي إلى دين التقليدي القديم، هي بأستراليا، إذا رأى ابنته تتزين عصراً بس يحذرها من أن تحمل فقط. إلى هنا وصلوا. شاب أحب فتاة استأذن والده بالزواج منها، قال له الأب: لا يا بني، إنها أختك وأمك لا تدري. ما بتعرف أبوك كان زير نساء. فلما أحب ثانية قال له: لا يا بني، إنها أختك أيضا وأمك لا تدري. فلما أحب الثالثة قال له: إنها أيضا أختك أمك لا تدري. فهذا الشاب ضجر من والده، بس شكواه لأمه، قالت له: خذ أيا شئت فأنت لست ابنه وهو لا يدري. ما لك ابنه أنت. هي الغرب، هؤلاء الغرب. سفير دولة عظمى يقام له حفل في وزارة الخارجية ليعطى أوراق اعتماده للدولة التي سيكون فيها سفيراً. هذا حفل رجال ونساء،
كل واحد مع زوجته، هذا السفير معه شريكه الجنسي ما معه زوجة، شيء طبيعي جدا. يعني أين نحن أيها الإخوة؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة لئلا نصل إلى ما وصلوا إليه ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. يعني إذا انتهوا انتهاء حقيقي أو انتهاء تمثيلي في فرق. أيام إنسان يكون ذكي جداً يمارس شيء، فإذا ضبط بالجرم المشهود يعلن توبته الشكلية، لكنه يتابع هذا العمل سراً. فالله عز وجل يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. بصير بانتهائهم إذا كان حقيقياً أو إذا كان خلبياً أو كان صورياً. أيها الإخوة الكرام، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. يعني وإن تعودوا نعود، هي آية واسعة. إن عدت إلى طاعة الله يعود الله لتوفيقك وحفظك وتأييدك، وإن كنت مستقيماً وعدت إلى ما كنت عليه سابقاً الله عز وجل يعود إلى معاقبتك. يعني في قوانين ثابتة. أوضح مثل أن قانون السقوط أنت إن آمنت به أو لم تؤمن واقع بك. الدليل اركب طائرة وقل أن هذا القانون لا أؤمن به، أنا أحتقره، انزل بلا مظلة، تلغي فعله فيه بزل ميت واحد. ما معنى مظلة؟ المظلة تأدب مع قانون السقوط، تأدب. ما دام في سقوط نعمل مساحة كبيرة جدا من قماش غير نافذ يعمل مقاومة للهواء، المقاومة تجعل هبوط بطيء، تنزل واقفاً. فالإنسان إذا رفض قانون لا يستطيع أن يلغي عمله به. نأخذ دقيقة. الدين له قوانين، إن أخذت بها نجوت، وإن لم تعبأ بها فهي مطبقة عليك شئت أم أبيت. كلام دقيق. القوانين التي جاء بها القرآن إن آمنت بها وصدقتها وتأدبت معها وعملت وفقها تنجو، أما إذا لم تؤمن بها لن تستطيع إيقاف عملها فيك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، خضوع لمنهج الله. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. إذا كان الانتهاء انتهاء حقيقي أو صوري الله بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. النقطة الدقيقة في هذه الآية وإن تولوا، الله عز وجل ينصركم على قلتكم. هذا الذي يؤمن معكم ينبغي ألا يتوهم أنه بانضمامه إليكم قواكم، لا. الإسلام قوي إن كان كثيراً أو قليلاً لأن الله معه. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم. لا تعلقوا كبير أهمية على ترككم، أنتم أقوياء بالله، فإن كانوا معكم كانوا هم أقوياء أيضاً، فإن تركوكم أنتم أقوياء من دونهم. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات تبين أن الإسلام قوي والحمد لله رب العالمين.